حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا بهز بن حكيم حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة وأبي الدرداء. قال أبو عيسى وبهز بن حكيم هو أبو معاوية بن حيدة القشيري، وهذا حديث حسن، وقد تكلم شعبة في بهز بن حكيم وهو ثقة عند أهل الحديث، وروى عنه معمر والثوري وحماد بن سلمة وغير واحد من الأئمة. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله بن المبارك عن المسعودي عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لميقاتها. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. قال أبو عيسى وأبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس، وهو حديث حسن صحيح، رواه الشيباني وشعبة وغير واحد عن الوليد بن العيزار، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو نحوه، ولم يرفعه، وهذا أصح. قال أبو عيسى وهكذا روى أصحاب شعبة عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير خالد بن الحارث عن شعبة، وخالد بن الحارث ثقة مأمون. قال سمعت محمد بن المثنى يقول ما رأيت بالبصرة مثل خالد بن الحارث، ولا بالكوفة مثل عبد الله بن إدريس. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب الهجيمي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي الدرداء أن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. قال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. قال وقال ابن أبي عمرو ربما قال سفيان إن أمي، وربما قال أبي. وهذا حديث صحيح، وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب. حدثنا حميد بن مسعدة
حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس وكان متكئا فقال وشهادة الزور أو قول الزور. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. قال وفي الباب عن أبي سعيد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو بكرة اسمه نفيع بن الحارث. حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن ابن الهاد عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيشتم أباه ويشتم أمه فيسب أمه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا حيوة بن شريح أخبرني الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. قال وفي الباب عن أبي أسيد. قال أبو عيسى هذا إسناد صحيح، وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر من غير وجه. حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن إسرائيل قال وحدثنا محمد بن أحمد وهو ابن مدويه حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل، واللفظ لحديث عبيد الله عن أبي إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم. وفي الحديث قصة طويلة، وهذا حديث صحيح. حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن ابن عمر، وهذا أصح من حديث أبي معاوية. وأبو بكر بن حفص هو ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص. حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. قال أبو عيسى وقد روى الحجاج الصواف هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير نحو حديث هشام وأبو جعفر الذي روى عن أبي هريرة، يقال له أبو جعفر المؤذن ولا نعرف اسمه، وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث. حدثنا أحمد بن محمد بن موسى أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث سهيل بن أبي صالح، وقد روى سفيان الثوري وغير واحد عن سهيل بن أبي صالح هذا الحديث. حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة قال: اشتكى أبو الرداد الليثي فعاده عبد الرحمن بن عوف فقال: خيرهم وأوصلهم ما علمت أبا محمد. فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. وفي الباب عن أبي سعيد وابن أبي أوفى وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وجبير بن مطعم. قال أبو عيسى: حديث سفيان عن الزهري حديث صحيح، وروى معمر هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن رداد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف ومعمر كذا يقول قال محمد، وحديث معمر خطأ. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، حدثنا بشير أبو إسماعيل وفطر بن خليفة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن سلمان وعائشة وعبد الله بن عمر. حدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. قال ابن أبي عمر: قال سفيان: يعني قاطع رحم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال: سمعت ابن أبي سويد يقول: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو محتضن أحد ابني ابنته وهو يقول: إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون، وإنكم لمن ريحان الله. قال: وفي الباب عن ابن عمر والأشعث بن قيس. قال أبو عيسى: حديث ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة لا نعرفه إلا من حديثه، ولا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعا من خولة. حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: أبصر الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن. قال ابن أبي عمر: الحسين والحسن. فقال: إن لي من الولد عشرة ما قبلت أحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إنه من لا يرحم لا يرحم. قال: وفي الباب عن أنس وعائشة. قال أبو عيسى: وأبو سلمة بن عبد الرحمن اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. قال: وفي الباب عن عائشة وعقبة بن عامر وأنس وجابر وابن عباس. قال أبو عيسى: وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان، وسعد بن أبي وقاص هو سعد بن مالك بن وهيب، وقد زادوا في هذا الإسناد رجلا. حدثنا العلاء بن مسلمة البغدادي حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا محمد بن وزير الواسطي حدثنا محمد بن عبيد هو الطنافسي حدثنا محمد بن عبد العزيز الراسبي عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس بن مالك عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا معمر عن ابن شهاب حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها فسألت فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات كن له سترا من النار. صحيح. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أيوب بن شيبة عن سعيد الأعشى عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. قال: هذا حديث غريب، وقد روى محمد بن عبيد عن محمد بن عبد العزيز غير حديث بهذا الإسناد. وقال عن ابن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس، والصحيح هو عبيد الله بن أبي بكر بن أنس. حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قبض يتيما بين المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر له. قال:
وفي الباب عن مرة الفهري وأبي هريرة وأبي أمامة وسهل بن سعد. قال أبو عيسى: وحنش هو حسين بن قيس، وهو أبو علي الرحبي، وسليمان التيمي يقول حنش وهو ضعيف عند أهل الحديث. حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم المكي القرشي، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه يعني السبابة والوسطى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن مرزوق، حدثنا عبيد بن واقد عن زربي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وابن عباس وأبي أمامة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وزربي له أحاديث مناكير عن أنس بن مالك وغيره. حدثنا أبو بكر محمد بن أبان، حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حدثنا هناد، حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق نحوه، إلا أنه قال: ويعرف حق كبيرنا. حدثنا أبو بكر محمد بن أبان، حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن ليث عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وحديث محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب حديث حسن صحيح، وقد روي عن عبد الله بن عمرو من غير هذا الوجه أيضا. قال بعض أهل العلم: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، يقول ليس من سنتنا، ليس من أدبنا. وقال علي بن المديني، قال يحيى بن سعيد: كان سفيان الثوري ينكر هذا التفسير ليس منا، يقول ليس من ملتنا. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد، حدثنا قيس، حدثنا جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد وابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، أخبرنا شعبة قال: كتب به إلي منصور وقرأته عليه، سمع أبا عثمان مولى المغيرة بن شعبة عن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. قال: وأبو عثمان الذي روى عن أبي هريرة لا يعرف اسمه، ويقال
هو والد موسى بن أبي عثمان الذي روى عنه أبو الزناد، وقد روى أبو الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الرحم شجنة من الرحمن، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال: وهذا حديث صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا صفوان بن عيسى عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاث مرار. قالوا: يا رسول الله، لمن؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عمر وتميم الداري وجرير وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه وثوبان. حدثنا عبيد بن أصباط بن محمد القرشي، حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه، ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وفي الباب عن علي وأبي أيوب. حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثني أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم مرآة أخيه، فإن رأى به أذى فليمطه عنه. قال أبو عيسى ويحيى بن عبيد الله ضعفه شعبة. قال: وفي الباب عن أنس. حدثنا عبيد بن أصباط بن محمد القرشي، حدثني أبي عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال: وفي الباب عن ابن عمر وعقبة بن عامر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روى أبو عوانة وغير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكروا فيه حدثت عن أبي صالح. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا ابن المبارك عن أبي بكر النهشلي عن مرزوق أبي بكر التيمي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. قال: وفي الباب عن أسماء بنت يزيد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال: وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس وأبي هريرة وهشام بن عامر وأبي هند الداري. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا حميد عن أنس قال: لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فقال له: هلما أقاسمك مالي نصفين، ولي امرأتان فأطلق إحداهما، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فدلوه على السوق، فما رجع يومئذ إلا ومعه شيء من أخط وسمن قد استفضله، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وعليه وضر من صفرة، فقال مهيم. قال: تزوجت امرأة من الأنصار. قال: فما أصدقتها؟ قال: نوات. قال حميد أو قال: وزن نوات من ذهب. فقال: أولم ولو بشات. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أحمد بن حنبل: وزن نواة من ذهب وزن 3 دراهم وثلث. وقال إسحاق بن إبراهيم: وزن نواة من ذهب وزن 5 دراهم. سمعت إسحاق بن منصور يذكر عنهما هذا. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله، ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته.
وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. قال: وفي الباب عن أبي برزة وابن عمر وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار وسعيد بن عبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق والزبير بن العوام وابن مسعود وأبي هريرة. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن مسعود وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم. قال: وفي الباب عن أنس وسليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وأبو سفيان اسمه طلحة بن نافع. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا سفيان قال: وحدثنا محمود بن غيلان، حدثنا بشر بن السري وأبو أحمد قالا: حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. وقال محمود في حديثه: لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: هذا حديث لا نعرفه من حديث أسماء إلا من حديث ابن خثيم. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن شهر بن حوشب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن أسماء. حدثنا بذلك محمد بن العلاء، حدثنا ابن أبي زائدة عن داود. وفي الباب عن أبي بكر. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد
عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي صرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا زيد بن الحباب العكلي، حدثنا أبو سلمة الكندي، حدثنا فرقد السبخي عن مرة بن شراحيل الهمداني وهو الطيب عن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر هو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابور وبشير أبي إسماعيل عن مجاهد أن عبد الله بن عمرو ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال: وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وأنس والمقداد بن الأسود وعقبة بن عامر وأبي شريح وأبي أمامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح عن شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وأبو عبد الرحمن الحبلي اسمه عبد الله بن يزيد. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن واصل عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إخوانكم جعلهم الله فتية تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. قال: وفي الباب عن علي وأم سلمة وابن عمر وأبي هريرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن فرقد السبخي عن مرة عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة سيء الملكة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب،
وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السبخي من قبل حفظه. حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله بن المبارك عن فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة: من قذف مملوكه بريئا مما قال له أقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وابن أبي نعم هو عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي يكنى أبا الحكم. وفي الباب عن سويد بن مقرن وعبد الله بن عمر. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري قال: كنت أضرب مملوكا لي فسمعت قائلا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لله أقدر عليك منك عليه. قال أبو مسعود: فما ضربت مملوكا لي بعد ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وإبراهيم التيمي إبراهيم بن يزيد بن شريك. حدثنا قتيبة، حدثنا رشدين بن سعد عن أبي هانئ الخولاني عن عباس الحجري عن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ فقال: كل يوم 70 مرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ورواه عبد الله بن وهب عن أبي هانئ الخولاني نحوا من هذا، والعباس هو ابن خليد الحجري المصري. حدثنا قتيبة، حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي هانئ الخولاني بهذا الإسناد نحوه. وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناد، وقال عن عبد الله بن عمرو. حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم خادمة فذكر الله فارفعوا أيديكم. قال أبو عيسى: وأبو هارون العبدي اسمه عمارة بن جوين. قال: قال أبو بكر العطار: قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: ضعف شعبة أبا هارون العبدي. قال يحيى: وما زال ابن عون يروي عن أبي هريرة حتى مات. حدثنا قتيبة، حدثنا يحيى بن يعلى عن ناصح عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وناصح هو أبو العلاء كوفي، ليس عند أهل الحديث بالقوي، ولا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، وناصح شيخ آخر بصري يروي عن عمار بن أبي عمار وغيره، هو أثبت من هذا. حدثنا نصر بن علي الجهضمي
حدثنا عامر بن أبي عامر الخزاز، حدثنا أيوب بن موسى عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عامر بن أبي عامر الخزاز، وهو عامر بن صالح بن رستم الخزاز وأيوب بن موسى وابن عمرو بن سعيد بن العاص، وهذا عندي حديث مرسل. حدثنا يحيى بن أكثم وعلي بن خشرم قالا حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وابن عمر وجابر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس عن هشام. حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله بن المبارك، حدثنا الربيع بن مسلم، حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. قال: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى، وحدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وفي الباب عن أبي هريرة والأشعث بن قيس والنعمان بن بشير. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا النضر بن محمد الجرشي اليمامي، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا أبو زميل عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وحذيفة وعائشة وأبي هريرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وأبو زميل اسمه سماك بن الوليد الحنفي. حدثنا أبو كريب، حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق عن طلحة بن مصرف قال: سمعت عبد الرحمن بن عوسجة يقول: سمعت البراء بن عازب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي إسحاق عن طلحة بن مصرف لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد روى منصور بن المعتمر
وشعبة عن طلحة بن مصرف هذا الحديث. وفي الباب عن النعمان بن بشير ومعنى قوله من منح منيحة ورق إنما يعني به قرض الدراهم، قوله أو هدى زقاقا يعني به هداية الطريق. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في طريق إذ وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له. وفي الباب عن أبي برزة وابن عباس وأبي ذر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله بن المبارك عن ابن أبي ذئب قال أخبرني عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وإنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري حدثنا حاتم بن وردان حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر قالت قلت يا رسول الله إنه ليس لي من بيتي إلا ما أدخل علي الزبير، أفأعطي؟ قال نعم، ولا توكي فيوكى عليك، يقول لا تحصي فيحصى عليك. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وروى بعضهم هذا الحديث بهذا الإسناد عن ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. وروى غير واحد هذا عن أيوب ولم يذكروا فيه عن عباد بن عبد الله بن الزبير. حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا سعيد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار، ولجاهل سخي أحب إلى الله عز وجل من عابد بخيل. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة إلا من حديث سعيد بن محمد. وقد خولف سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، إنما يروى عن يحيى بن سعيد عن عائشة شيء مرسل. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي أخبرنا أبو داود حدثنا صدقة بن موسى حدثنا مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب الحداني عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى. وفي الباب عن أبي هريرة حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون حدثنا صدقة بن موسى عن فرقد السبخي
عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخيل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله بن المبارك عن شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفقة الرجل على أهله صدقة. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمر بن أمية الضمري وأبي هريرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدينار دينار ينفقه الرجل على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: بدأ بالعيال ثم قال: فأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال له صغار يعفهم الله به ويغنيهم الله به. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة حدثنا ليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال: أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته أذناي حين تكلم به قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة 3 أيام، وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يسوي عنده حتى يحرجه. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة، وقد روى مالك بن أنس والليث بن سعد عن سعيد المقبري. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو شريح الخزاعي هو الكعبي، وهو العدوي اسمه خويلد بن عمرو. ومعنى قوله لا يثوي عنده يعني الضيف لا يقيم عنده حتى يشتد على صاحب المنزل، والحرج هو الضيق، إنما قوله حتى يحرجه يقول حتى يضيق عليه.
حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وهذا الحديث حديث حسن غريب صحيح، وأبو الغيث اسمه سالم مولى عبد الله بن مطيع، وثور بن زيد مدني، وثور بن يزيد شامي. حدثنا قتيبة حدثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. وفي الباب عن أبي ذر قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمر وعبد الله بن شخير وابن عمر قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا يحيى بن موسى قال: قلت لعبد الرحيم بن هارون الغساني: حدثكم عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. قال يحيى: فأقر به عبد الرحمن بن هارون؟ فقال: نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، تفرد به عبد الرحيم بن هارون. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. ولقد كان الرجل يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم بالكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وغير واحد قالوا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. وفي الباب عن عائشة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق.
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل يحدث عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم أحاسنكم أخلاقا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. قال وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وعمران بن حسين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري حدثنا محمد بن سابق عن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روي عن عبد الله من غير هذا الوجه. حدثنا زيد بن أخزم الطائي البصري حدثنا بشر بن عمر حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تلعن الريح فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعلم أحدا أسنده غير بشر بن عمر. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبد الملك بن عيسى الثقفي عن يزيد مولى المنبعث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منسأة في الأثر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه ومعنى قوله منسأة في الأثر يعني زيادة في العمر. حدثنا عبد بن حميد حدثنا قبيصة عن سفيان عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دعوة أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والإفريقي يضعف في الحديث وهو عبد الله بن زياد بن أنعم وعبد الله بن يزيد هو أبو عبد الرحمن الحبلي. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قالا فعلى البادي منهما ما لم يعتد المظلوم. وفي الباب عن سعد وابن مسعود وعبد الله بن مغفل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمود بن غيلان
حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. قال أبو عيسى: وقد اختلف أصحاب سفيان في هذا الحديث، فروى بعضهم مثل رواية الحفري، وروى بعضهم عن سفيان عن زياد بن علاقة قال: سمعت رجلا يحدث عند المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن زبيد بن الحارث عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد: قلت لأبي وائل: أأنت سمعته من عبد الله؟ قال: نعم. قال: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن حجر، حدثنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها، وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق، وقد تكلم بعض أهل الحديث في عبد الرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفظه، وهو كوفي، وعبد الرحمن بن إسحاق القرشي مدني، وهو أثبت من هذا، وكلاهما كانا في عصر واحد. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم لأحدهم أن يطيع ربه ويؤدي حق سيده، يعني المملوك. وقال كعب: صدق الله ورسوله. وفي الباب عن أبي موسى وابن عمر، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي اليقظان عن زاذان عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة على كثبان المسك أراه قال يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري عن أبي اليقظان إلا من حديث وكيع. وأبو اليقظان اسمه عثمان بن قيس، ويقال ابن عمير، وهو أشهر. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال:
وفي الباب عن أبي هريرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أحمد وأبو نعيم عن سفيان عن حبيب بهذا الإسناد نحوه. قال محمود: حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال محمود: والصحيح حديث أبي ذر. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وسمعت عبد بن حميد يذكر عن بعض أصحاب سفيان قال: قال سفيان: الظن ظنان، فظن إثم وظن ليس بإثم، فأما الظن الذي هو إثم فالذي يظن ظنا ويتكلم به، وأما الظن الذي ليس بإثم فالذي يظن ولا يتكلم به. حدثنا عبد الله بن الوضاح الكوفي، حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي التياح عن أنس قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى إن كان ليقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ حدثنا هناد، حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس نحوه. وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد الضبيعي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي، حدثنا علي بن الحسن، أخبرنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال: إني لا أقول إلا حقا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة، حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حميد عن أنس بن مالك أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني حاملك على ولد الناقة. فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. قال محمود: قال أبو أسامة: يعني ما زحه. وهذا الحديث حديث صحيح غريب. حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري، حدثنا ابن أبي فديك قال: حدثني سلمة بن وردان الليثي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. وهذا الحديث حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن وردان عن أنس بن مالك.
حدثنا فضالة بن الفضل الكوفي، حدثنا أبو بكر بن عياش عن ابن وهب بن منبه عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما. وهذا الحديث حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي، حدثنا المحاربي عن الليث وهو ابن أبي سليم عن عبد الملك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تماري أخاك ولا تمازح ولا تعده موعدة فتخلفه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وعبد الملك عندي هو ابن بشير. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال: بئس ابن العشيرة أو أخ العشيرة. ثم أذن له فألان له القول، فلما خرج قلت له: يا رسول الله، قلت له ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو كريب، حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أراه رفعه قال: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن أيوب بإسناد غير هذا، رواه الحسن بن أبي جعفر، وهو حديث ضعيف أيضا بإسناد له عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح عن علي موقوف قوله. حدثنا أبو هشام الرفاعي، حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن المثنى وعبد الله بن عبد الرحمن قالا: حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار يعني من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال: فقال له رجل: إنه يعجبني أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة. قال: إن الله يحب الجمال، ولكن الكبر من بطر الحق وغمص الناس. وقال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، إنما معناه لا يخلد في النار.
وهكذا روي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقد فسر غير واحد من التابعين هذه الآية: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فقال: من تخلد في النار فقد أخزيته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية عن عمر بن راشد عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. حدثنا علي بن عيسى البغدادي، حدثنا شبابة بن سوار، حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: تكونون في التيه وقد ركبت الحمار ولبست الشملة وقد حلبت الشاة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وأن الله ليبغض الفاحش البذيء. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأنس وأسامة بن شريك، وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو كريب، حدثنا قبيصة بن الليث الكوفي عن مطرف عن عطاء عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا عبد الله بن إدريس، حدثني أبي عن جدي عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب، وعبد الله بن إدريس هو ابن يزيد بن عبد الرحمن الأودي. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا أبو وهب عن عبد الله بن المبارك أنه وصف حسن الخلق فقال: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. حدثنا بندار وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان قالوا: حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، الرجل أمر به فلا يقريني ولا يضيفني فيمر بي، أفأقريه؟ قال: لا، أقره. قال: ورآني رث الثياب فقال: هل لك من مال؟
قلت: من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والغنم. قال: فليرى عليك. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة وجابر وأبي هريرة، وهذا حديث حسن صحيح، وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك بن نضلة الجشمي. ومعنى قوله أقره أضف، والقرى هو الضيافة. حدثنا أبو هاشم الرفاعي محمد بن يزيد، حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعه تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حدثنا محمد بن بشار والحسين بن أبي كبشة البصري قالا: حدثنا يوسف بن يعقوب السدوسي، حدثنا أبو سنان القسملي هو الشامي عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وأبو سنان اسمه عيسى بن سنان، وقد روى حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. حدثنا أبو كريب، حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الرحيم ومحمد بن بشر عن محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر وأبي بكرة وأبي أمامة وعمران بن حسين، هذا حديث حسن صحيح. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا نوح بن قيس عن عبد الله بن عمران عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. وفي الباب عن ابن عباس، وهذا حديث حسن غريب. حدثنا قتيبة، حدثنا نوح بن قيس عن عبد الله بن عمران عن عبد الله بن سرجس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن عاصم، والصحيح حديث نصر بن علي. حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، حدثنا بشر بن المفضل عن قرة بن خالد عن أبي حمزة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. وفي الباب عن الأشج العصري. حدثنا أبو مصعب المدني، حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنات من الله،
والعجلة من الشيطان. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في عبد المهيمن بن عباس بن سهل وضعفه من قبل حفظه. والأشج بن عبد القيس اسمه المنذر بن عائذ. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة وجرير بن عبد الله وأبي هريرة، وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أنس وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وأبي سعيد، وهذا حديث حسن صحيح، وأبو معبد اسمه نافذ. حدثنا قتيبة، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة والبراء، وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا عبد الله الجدلي يقول: سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو عبد الله الجدلي اسمه عبد بن عبد، ويقال عبد الرحمن بن عبد. حدثنا أبو هشام الرفاعي، حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما بي أن أكون أدركتها، وما ذاك إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وإن كان ليذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش البغدادي، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا مبارك بن فضالة، حدثني عبد ربه بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وروى بعضهم هذا الحديث عن المبارك بن فضالة عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن عبد ربه بن سعيد، وهذا أصح. والثرثار هو الكثير الكلام، والمتشدق الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر عن كثير بن زيد عن سالم عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن لعانا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، وهذا حديث حسن غريب. وروى بعضهم بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا، وهذا الحديث مفسر. حدثنا أبو كريب وحدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه. قال: لا تغضب. فردد ذلك مرارا، كل ذلك يقول: لا تغضب. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي سعيد وسليمان بن سرد، وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وأبو حسين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي. حدثنا عباس الدوري وغير واحد قالوا: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. قال: هذا حديث حسن غريب. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يزيد بن بيان العقيلي حدثنا أبو الرجال الأنصاري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ يزيد بن بيان وأبو الرجال الأنصاري آخر. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر فيهما لمن لا يشرك بالله شيئا إلا المهتجرين، يقال: ردوا هذين حتى يصطلحا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ويروى في بعض الحديث: ذروا هذين حتى يصطلحا. قال: ومعنى قوله المهتجرين يعني المتصارمين، وهذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. حدثنا الأنصاري حدثنا معا حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد أن ناسا من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد شيئا هو خير وأوسع من الصبر. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أنس، وهذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن مالك هذا الحديث: فلن أدخره عنكم، والمعنى فيه واحد، يقول: لن أحبسه عنكم. حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله يوم القيامة ذا الوجهين. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أنس وعمار، وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: مر رجل على حذيفة بن اليمان فقيل له: إن هذا يبلغ الأمراء الحديث عن الناس. فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. قال سفيان: والقتات النمام. وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون عن أبي غسان محمد بن مطرف عن حسان بن عطية عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث أبي غسان محمد بن مطرف. قال: والعي قلة الكلام، والبذاء هو الفحش في الكلام، والبيان هو كثرة الكلام، مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسعون في الكلام ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي الله. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أن رجلين قدما في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبا، فعجب الناس من كلامهما، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن من البيان سحرا، أو إن بعض البيان سحر. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمار وابن مسعود وعبد الله بن الشخير، وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله رجلا بعفو إلا عزة، أو ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وأبي كبشة الأنماري واسمه عمر بن سعد، وهذا حديث حسن صحيح.
حدثنا عباس العنبري حدثنا أبو داود الطيالسي عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وأبي موسى وأبي هريرة وجابر. وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله وإلا تركه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو حازم هو الأشجعي الكوفي، واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. حدثنا يحيى بن أكثم والجارود بن معاذ قالا: حدثنا الفضل بن موسى حدثنا الحسين بن واقد عن أوفى بن دلهم عن نافع عن ابن عمر قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. قال: ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد. وروى إسحاق بن إبراهيم السمرقندي عن حسين بن واقد نحوه، وروي عن أبي برزة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي عطاء فوجد فليجزي به، ومن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تحلى بما لم يعطه كان كلابس ثوبي زور. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر وعائشة، ومعنى قوله: ومن كتم فقد كفر، يقول: قد كفر تلك النعمة. حدثنا الحسين بن الحسن المروزي بمكة وإبراهيم بن سعيد الجوهري قالا: حدثنا الأحوص بن جواب عن سعير بن الخمس عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه من حديث أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وسألت محمدا فلم يعرف. حدثني عبد الرحيم بن حازم البلخي قال: سمعت المكي بن إبراهيم يقول: كنا عند ابن جريج المكي، فجاء سائل فسأله، فقال ابن جريج لخازنه: أعطه دينارا. فقال: ما عندي إلا دينار، إن أعطيته لجعت وعيالك. قال: فغضب وقال: أعطه. قال المكي: فنحن عند ابن جريج إذ جاءه رجل بكتاب وفرة، وقد بعث إليه بعض إخوانه، وفي الكتاب: إني قد بعثت 50 دينارا. قال: فحل ابن جريج الصرة فعدها، فإذا هي 51 دينارا. قال: فقال ابن جريج لخازنه: قد أعطيت واحدا فرده الله عليك وزادك 50 دينارا.